برغبة دفينة لدى مكونات المرصد الوطني انطلاقا من تجاربهم الشخصية وقناعاتهم الفردية والجماعية في جعل منظومتنا التربوية تستجيب لمستلزمات العهد الجديد وتتناغم وتتفاعل مع خطابات جلالة الملك طيلة سنوات خلت في موضوعه. هي ندوة وطنية أولى ينظمها المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين اقتناعا من مسؤولية بأن منظومة التربية والتكوين هي مسؤولية الجميع، ويجب على المجتمع المدني أن ينخرط في كل نقاش وطني مسؤول لتشريح وملامسة كل ما يرتبط بقضاياها. المنظومة معقدة وليست بالأمر السهل، لذلك وجب الخيرات الجميع. اليوم افتتحت الدولي لنناقش موضوع يؤرقنا، ولا هو لماذا نلاحظ أن ثمة فروقا شاسعة بين المشاريع التي تقدم نظريا وبين تنفيذها على أرض الواقع، سواء وطنيا أو إقليميا أو جهويا أو محليا. لذلك نحن سنسائل هذه المنظومة، سنشرح قضاياها، سنستفسر عن الأسباب، وأعتقد أنها سننتهي إلى أن السبب الأساس هو حكامة تدبيرها. واحد، ثانيا السبب الثاني هو عدم استقرارها نظرا لتعدد الوزراء والذين تداولوا على تدبيرها. الندوة التي نظمت هذا الصباح لها أهمية كبيرة نظرا أنها تجي في واحد الوقت اللي فيه اليوم نقاش واسع حول إصلاح منظومة التربية والتكوين، وكيف يمكن أن نطور هذه المنظومة حتى تتجاوب مع كل المتطلبات، سواء المجتمع أو سوق الشغل أو متطلبات المواطن بصفة عامة فيما يخص تكوينه وتطوره بداخل المجتمع. الندوة نظمها المرصد، وأنا أعتبر أن اليوم المرصد هو آلية مهمة نظرا أنه لا يرتبط بأي ارتباط لا سياسي ولا إيديولوجي ولا حزبي ولا غيره، فهو اليوم ضمير سيمكن من حوار حر مستقل بكل المكونات المجتمع، من يعني كل واحد هو مستدعي أنه يجي للمرصد ويدلي برأيه حول تطوير هذه المنظومة التي تكون مستقبل البلد، لأنه بدون تربية وتكوين فلا يمكن للبلد أن يعرف تطورا شاملا وخلق ثروات واستجابة للمواطنين ومحاربة الإحباط. شكلت هذه الندوة التي نظمها المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين محطة هامة في الاتجاه الذي سطره هذا المرصد لمتابعة ومرافقة المجهودات التي تبذل في المجال التربوي، خاصة فيما يتعلق بتأهيل المنظومة التربوية والتكوينية وتعميق النظر في الاختلالات التي ما تزال تطبع المنظومة التربوية سواء على المستوى الكمي أو على المستوى الكيفي، وتدخل كذلك في سياق تعبئة كل فرقاء العملية التربوية، أساتذة وطلاب وجامعات وكليات ومعاهد وغيرها، لكي ينخرطوا بحماس وبتوتب في هذه المجهودات التي تبذل في مجال تأهيل وتقويم وإصلاح منظومة التربية والتكوين. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.